في نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن عبر سكايب من هيرفورد الأستاذ حسين خضر، عضو مجلس مدينة هيدنهاوزن الألمانية. أستاذ حسين، أهلا بحضرتك طبعا معنا في هذه الحلقة. سأأخذ من كلام الزميل عربي مرزوق حول هذه التفاصيل، ماذا حدث بعد المناظرة وكيف دعم كل مترشح برنامجه الانتخابي وركز على نقاط الضعف لديها؟ طبعا بنتكلم عن أيام قليلة جدا لأن المناظرة تمت يعني من خلال أيام قليلة جدا، لكن كيف ركزوا بعد ذلك على برامجهم وعلى ما يريده المواطن الألماني؟ تحياتي لحضرتك في البداية وللسادة المشاهدين. طبعا المناظرة كانت حساسة جدا بالنسبة للثلاثة المرشحين، لأن دي أول مرة يكون كل المرشحين مش بنسميه احنا مش الأمتس انهابر، اللي هو مش المستشار او مش المستشاره، كلهم متنافسين على المنصب ده ومفيش حد فيهم بيمتلك هذا المنصب، وده بيصعب عليهم كلهم العمليه. كلنا مش احنا بس كسياسيين، حتى المجتمع الالماني هنا كان متابع المناظره بشكل قوي جدا. شفنا مثلا الحزب الخضر او انابيل اللي هي كانت طول الوقت بتهاجم، وفي نفس الوقت ما كانش عندها افكار بديله او برامج بديله، حتى لما اتكلمت عن الصناعه المحايده مناخيا وجي ارمن لاشيت سالها ايه هي البرامج او الخطط اللي تقدر تعملها، ما قدرتش ان هي ترد عليه في المناظره. شفنا في القضايا الكبرى تشابه كبير جدا ما بين الثلاثه في نفس الوقت، ولكن كان في حاجه مهمه جدا كانت بتميز المرشح أولاف شولتز، وده كان حتى مكتوب في البرنامج بتاعه مش مكتوب في باقي البرامج، وهي أربع نقط بتشغل المواطن الألماني هنا بشكل كبير جدا. يعني مشكلة الأجور، إن ارتفاع الحد الأدنى للأجور، ما فيش برنامج غير البرنامج بتاعه كان بيتكلم عليها، وفي نفس الوقت هو قال الكلام ده حتى في المناظرة، اتكلم عن مشكلة الفقر بعد المعاش، يعني الناس اللي بتشتغل وبتصل لسن المعاش في عدد كبير جدا أو حالات كتيرة جدا المعاش بتاعهم بيبقى أقل من الدخل اللازم إنه يقدر يعيش حياة كريمة، وبالتالي النقطة بتاعت رفع الحد الأدنى للمعاش في نفس الوقت المشكلة الكبيرة بتشغل الشباب خصوصا في مرحلة التدريب المهني والجامعة وما بعد الجامعة، وهي مشكلة السكن في ألمانيا من أكبر المشاكل النهاردة اللي بتواجه الشباب، برضو دي موجودة في البرنامج بتاعه، وهو حتى في حملته الانتخابية وفي البرنامج بيروج ان هو هيمشي في اتجاه بناء 400,000 شقه او مسكن اجتماعي سنويا لحل المشكله دي. في نفس الوقت عنده برنامج كان واضح للانتقال للصناعه المحايده مناخيا لحد 2045 بشكل داعم للشركات، ما يبقاش الضغط او الحمل المادي كله على الشركات دي، علشان ما نوصلش في يوم من الايام او لمرحله ان الشركات دي تبدا تنقل نشاطها من المانيا الى خارج المانيا. ودي طبعا اربع ملفات مهمه جدا بتشغل الجميع، وخصوصا حتى موضوع المناخ بعد اللي شفناه سواء في ازمه كورونا او حتى في موضوع الفيضانات اللي حصل قبل كده. طيب، طالما هناك حسم لبعض القضايا بالنسبه لاحد المرشحين، يعني اللي هو بنتكلم عن شولتز فيما يخص المواطن الألماني، لماذا لم يتم الحسم في استطلاعات الرأي في رأيك أستاذ حسين؟ هل هناك أو هل لا تعكس استطلاعات الرأي بالفعل النوايا التصويتية لدى المواطنين؟ يعني هي اسمها استطلاعات رأي، ما نقدرش كلنا وما حدش النهارده يقدر يحسم مين اللي هيفوز، ولكن استطلاعات الرأي دي بتدي زي توجيه للأحزاب أو للمرشحين نفسهم، هل هم ماشيين في الاتجاه المناسب لحملتهم، هل اللي هم بيعملوه ده بيقدر يحشد أصوات بيبدأ يعمل لهم شعبية على الأرض ولا لا. ولكن بتظل في طول الوقت هي استطلاعات لحد دلوقتي، أولاف شولتز هو بيتقدم باستمرار، شعبيته بتتقدم في الاستطلاعات دي، بيليه كمان في الزياده مش في عدد الاصوات، لا الحزب اللي بيزيد هو كمان حزب الخضر باستمرار، والحزب اللي بيقل شعبيته تدريجيا
طبقا لاستطلاعات الرأي هو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي او بتاع المرشح ارمن وهذا لاشيت، شيء يعني لافت. لحد دلوقتي الشعبية كويسة. هذا شيء لافت، مسألة انه ارمن لاشيت بتتراجع شعبيته، رغم انه يعني كان في توقعات بعكس ذلك في البداية عندما اعلن ترشحه، لماذا في رأيك؟ السنتين اللي فاتوا كانوا سنتين صعاب جدا على كل دول العالم مش ألمانيا بس، شفنا فيهم أزمات كتيرة جدا. أول أزمة جت طبعا أزمة كورونا، ودعم المنظومة الطبية ودعم النظام الطبي اللي موجود في ألمانيا كان طبعا أمر مهم جدا وأمر مكلف جدا ومحتاج قرارات سريعة جدا. في نفس الوقت الأزمة دي كان ليها تبعات اقتصادية واجتماعيه كبيره جدا، سواء بقى بنتكلم عن التعليم، عن فرص العمل، عن الشركات اللي كانت مهدده بالافلاس وغيرها. كل ده كان دايما، لان دي طبعا كانت مشكله فدراليه، فكان في دايما قرارات سريعه بخطط من اولاف شولز بصفته كوزير في الحكومه الفدراليه، فقدر يثبت في ازمه كورونا ان هو رجل ازمات او مدير لازمات في الازمه دي. في نفس الوقت جه بعديها ازمه الفيضانات والوفيات اللي احنا شفناها والغرق وانهيار بعض المناطق او المدن بالكامل. شفنا برضو الدعم المادي والقرارات السريعه اللي قدر اولاف شولز ياخدها في الفتره دي، وفي نفس الوقت القرارات كانت ابطأ شويه من خدها ارمن لاشيت. في نفس الوقت كانت طريقه التعامل مع الازمه داخل الشارع الالماني هنا كانت مختلفة، حتى كان في صور مقارنة ما بين الاثنين في بعض الأماكن اللي حصل بيها الفيضانات، ودي من ضمن الأسباب اللي أثرت بشكل على كبير جدا على شعبية أرمن لاشيت. بالظبط، كان نعم. واقف ساعتها بيضحك وبيهزر مع المتواجدين. صحيح، هو بالفعل يمكن هذه الواقعة اللي كانت يعني لديها صدى كبير في مواقع التواصل. طب أستاذ حسين، أسأل حضرتك سؤال. لما بنتكلم يعني هذه الفترة تقريبا كنا نتحدث دائما عن قضايا نوعا ما بتهم المواطن الألماني أو بتهم الداخل الألماني، سواء قضية المناخ وما حدث في ألمانيا، أو مثلا الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وهذه المسألة طبعا الداخلية، لكن في قضايا أخرى خارجية. يعني ألمانيا دولة قوية، دولة لها تأثير في الكثير من الأحداث الإقليمية، التعامل مثلا مع دول الاتحاد الأوروبي، العلاقات الدولية والدبلوماسية بشكل عام، كيف يركز المترشحون عليها، وهل هي بتهم المواطن في ألمانيا؟ الاتحاد الأوروبي أو العلاقات الخارجية بتهم المواطن في ألمانيا، ودي مهمة جدا لأسباب كتيرة، ولكن في نفس الوقت المواطن الألماني مهتم بحياته الشخصية طبعا، مش بأن هو يقدر يروح أسبانيا بدون تأشيرة أو يقدر يروح إيطاليا بدون تأشيرة. اللي يهمه هل أنا أقدر أدفع الإيجار بتاعي، هل أنا المرتب اللي باخده بيكفيني، هل عندي نظام طبي جيد ولا لا. بعد كده طبعا بتيجي في أولوياته فكرة الاتحاد الأوروبي والكلام ده، ولكن فكرة الاتحاد لكن ماذا الأوروبي ما الذي أضاف من ما أضاف لميركل شعبية كبيرة أيضا هي كيفية تعاملها وإدارتها لكثير من هذه الملفات أيضا. بالظبط كده، يعني دايما المواطن الألماني بيشوف في مرشح المستشارية الشخصية القيادية بصرف النظر عن الحزب. يعني احنا دايما بنقول 80% بيبقى بسبب تأثير الشخصية دي، وفي نفس و20% بسبب جودة البرنامج الانتخابي. فدايما بيتابع المواطن الألماني هنا قدرة الشخص المرشح أو الشخصية المرشحة على إدارة الأزمات، بيشوف تاريخها اللي فات، هل الشخص ده أو المرشح أو المرشحة كان عندها مناصب قيادية، هل والشخص أو الشخصية دي كان في المنصب القيادي كان في أزمات قدرت اتعاملت معاها إزاي. أنا أقدر أثق في الشخص ده إن هو يقود الدولة الألمانية أو ما يقدرش يقود الدولة الألمانية. يعني بتلعب الأزمات اللي بيمر بيها المرشح في مناصبه، دول مهم جدا ودور كبير جدا. طيب أخيرا، لو سألت حضرتك عن الانعكاسات اللي ممكن تعكسها لنا استطلاعات الرأي، حضرتك ذكرت في سياق حديثك يعني أنه استطلاعات الرأي هي مجرد توجيه أو مجرد يعني لا تعبر عن الحقيقة بدرجة كافية، لكن بتعطينا على الأقل إشارات، ما هي الإشارات في رأيك؟
استطلاعات الرأي المرة دي بجد يعني ممتعة جدا، لأن هي بتدينا أشكال كتيرة جدا واردة إنها تحصل لتشكيل الحكومة اللي جاية. يعني وارد جدا بالأرقام اللي موجودة نصل لحاجة اسمها حكومة أقليات، يعني دي مش يعني مش معروفة هنا ومش منتشرة، وكتير جدا لسه ما فكروش فيها، لأن احنا لسه الانتخابات ما خلصتش، ولكن النتيجة نفسها ممكن توصلنا إن الأحزاب نفسها ما تتفقش، فيضطر الرئيس الألماني في بعض الأحيان طبقا للدستور الألماني إنه يعتمد حكومة أقليات، إن هي حكومة تتشكل بأقل من 50% أو ممكن حكومة أقليات بدعم الأحزاب الأخرى بدون وجود عقود ائتلاف، أو ممكن يكون، وده الاتجاه الأكبر أو اللي واضح لحد دلوقتي أكتر، إن احتمال كبير جدا لو يوم الانتخابات وصلنا للنتيجة بتاعت الاستطلاعات النهاردة مثلا على سبيل المثال، هنوصل للحكومة اللي احنا بنسميها حكومة إشارة المرور أو الأمبل، اللي هي هتبقى حكومة ما بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الديمقراطيين الأحرار، والخضر، طبقا للنتائج اللي بتطلع النهارده مثلا. على ذكر التعامل مع القضايا الدولية وتحديدا الاتحاد الأوروبي، يعني تحدثنا عن وجهة النظر بالنسبة للمستشار الجديد، يعني ناحية الدول الأوروبية وكيف ينظر إلى القضايا والاتحاد. طب كيف ينظر الأصدقاء الأوروبيون أيضا إلى المترشح الجديد؟ هل من أي معلومات واردة أو أي تصريحات من قبل الرؤساء الأوروبيين؟ دي بتختلف طبعا من دولة لدولة ومن حكومة لحكومة. يعني الدول اللي اليمين او المحافظين فيها بيحكموا اكيد هيبقوا عايزين المرشح اللي يكسب في المانيا يبقى لا. يمين او لا. محافظ. الدول اللي بيحكمها الوسط عايزه برضه في نفس الوقت دول الوسط، والدول اللي بيحكمها اليسار عايزه ان المانيا يحكمها اليسار. ولكن انا اقدر اقول سياسات المانيا الخارجيه في السنين اللي فاتت، لو بنتكلم على هايكو ماس او زيجمار جابريل اللي هم كانوا وزراء الخارجيه الاثنين اللي فاتوا، كانوا من الحزب بتاع اولاف شولتس نفسه، وفي نفس الوقت كانت علاقاتهم بالدول الاوروبيه او بالشرق الاوسط كانت علاقات جيده جدا. شفناهم في ملفات مهمه جدا بيتعاملوا معاها باعتدال، كانت علاقاتهم الخارجيه مبنيه على الصداقه والتعاون مش على الاملاء والنديه. وضحت الصوره. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ حسين خضر من هيرفورد، عضو مجلس مدينه هيدنهاوزن الالمانيه. شكرا جزيلا لحضرتك.